إخواني وأخواتي ممن ينامون عن صلاة الفجر وتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر أن يفتشوا عن حقيقة الإيمان في قلوبهم، فقد يمتلئ القلب بالنفاق وصاحبه أو وصاحبته لا تدري. وأرجو ألا يتصور أحد أن هذا الكلام وأن هذا الطرح طرح شديد لا يليق أن يخاطب به المسلمون. أود أن أحذر بأن فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه من النفاق، وذهب الحذيفة رضي الله عنه وهو أمين السر النبوي الذي أطلعه الحبيب النبي على أسماء المنافقين، ذهب إليه عمر بن الخطاب ليقول أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحدا، بل لقد خاف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الشرك، قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، بل لقد خاف خليل الله إبراهيم على نفسه من الوقوع في الشرك الأكبر، وقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأحذر إخواني وأخواتي ممن يسهرن جل الليل، ممن يسهرن جل الليل، ربما تبيت الأخت أو تنام الأخت تسهر طوال الليل وتنام مثلا الساعة الثالثة صباحا أو الساعة الرابعة صباحا ويغيب عنها وقت صلاة الفجر، يعني يغيب عنها أنها مأمورة وملزمة على سبيل الوجوب لا على سبيل الندب والاستحباب أن تصلي الفجر في وقته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتنام قبل الفجر بساعة ولا تستيقظ، وهكذا دواليك، ربما يمضي الأسبوع ويمضي الأسبوعان ويمضي الشهر بل ويمضي العام ولا يصلي فيه المسلم الفجر في جماعة ولا تصلي المسلمة الفجر في وقته. هذه علامة خطيرة ومؤشر خطير من مؤشرات النفاق ومن علامات النفاق. ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. استعيني بالله تبارك وتعالى واصدق الله ليصدقك الله عز وجل، فمن صدق الله صدقه. لو صدقت الله ولو نمت الثانية ليلا أو الثالثة ليلا، لو صدقت الله أن تقوم لصلاة الفجر لأيقظك الله جل وعلا لصلاة الفجر. أنا يعني أتصور أن القضية ربما حتى لو ضبطت المنبه أو ساعة الوقت، وربما لو نمت العاشرة مساء أو الحادية عشرة ولم تصدق الله جل وعلا لن تستيقظ، ربما تطفئ المنبه أو ساعة الإيقاظ وتنام وتضيع منك صلاة الفجر، وهذا يتكرر من كثير من إخواننا وأخواتنا. فالقضية قضية صدق، ثم ترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب والمعاصي، فبشؤم المعصية قد يحرم الإنسان من صلاة الفجر، بشؤم كلمة غيبة، بشؤم نميمة، بشؤم نظرة إلى مشهد فاضح في فضائية من الفضائيات، قد يحرم الإنسان من صلاة الفجر بشؤم المعصية. نعم ورب الكعبة، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فاترك الذنب واعلم بأن العبد يحرم من الطاعة بشؤم معصيته، إذ لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. ولا شك ولا ريب أن ترك صلاة الفجر من أعظم أنواع البلاء. يا أخي لا تغتر، لا تغتر بعمل تؤديه وأنت مضيع لصلاة الفجر، ولا تغتري بعمل تؤدينه وأنت مضيعة لصلاة الفجر. فهذا مؤشر خطير جدا وترمومتر حقيقي يستطيع أن يقيس به المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة حقيقة إيمانه ودرجة إيمانه، إذ أننا نعتقد أن الإيمان إما أن يزيد بالطاعة وإما أن ينقص بالمعصية. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا دليل على نقص الإيمان، دليل على نقص الإيمان، والمحافظة على صلاة الفجر دليل على زيادة الإيمان.